يقول: ما شروط الحجاب الشرعي؟ الحجاب الشرعي للأسف الآن يعني البعض يظن أن الحجاب هي اللفة اللي توضع على الشعر، وإذا كذا حطت اللفة قالوا تحجبت، هذا غير صحيح. وللحين تلبس بنطلون وكحل وحمرة وروائح وكذا وتقول متحجبة، مو صحيح هذا الكلام. الحجاب كامل، لباس كامل الحجاب. فقد تكون واحدة مطلعة شعرها أحسن من واحدة لابسة الإشارب هذا الذي على الرأس. يعني حريم قبل يعني تطلع القذلة، مثلا تلبس عباتها مطلع القذلة مو متحجبة زين، لكن ستر. الآن لفة هذه اللفة على شعرها والقذلة طالعة نفس الشيء، حمرة وبودة وريحة وبنطرون وصراخ وصوت عالي وتعلج، تكون متحجبة، مو صحيح. هذا ما هو حجاب، هذا ما هو حجاب. لذلك أنا أفضل أن اللي تفعل هذا يقال مغطية شعرها، ما يقال متحجبة، قال مغطية شعرها، هذا ليس بحجاب. الحجاب كامل، لباس كامل، المرأة تستر به جميع جسدها، وحجابها أيضا في صوتها وفي رائحتها وفي مكياجها وكل هذا، يعني هذا حجاب كامل. أما حجاب تغطية الرأس هذا ليس بحجاب، وإنما هذا إشارب للرأس فقط وليس حجابا. نعم.